سير النقل ده يعني منتهى لما احنا نطبق. فهو الكلام الحقيقه مقنع كمان، انه احنا الاول لما قلنا القرار ده من سنتين ما كناش مدين بدائل للنقل، فكان بيطلع يخالف وما كانش فيه تطبيق للقرار بصراحه. برضو المره دي لا، المره دي عندك بديل، وكمان هنطبق القرار وهنتاكد انه هذا القرار مطبق. بمناسبه القرارات اللي بتطبق، في قطر 2007 اتعمل سوال قطر، يعني اتعمل له محضر في نجع حمادي، ساب السواق بتاع القطر ساب الركاب في محطة قطر دشنة ولم يتوقف، ما وقفش في محطة دشنة مع انه هي محطة وقوف، يعني اللي حاجز اصلا التذكرة المفروض حاجز التذكرة علشان يقف في المحطة دي، هو بقى عدى على المحطة دي والناس قعدوا يقولوا له احنا المفروض ننزل هنا، احنا المفروض ننزل هنا، كمل هو على طول نركب من هنا، وممكن حد ينزل برضه، ممكن حد ينزل برضه، فهو يركب او ينزل، هو الاطول من اسوان للقاهره، ما وقفش، كمل على طول، قرر ياخد بعضه ويمشي. فطبعا دي عملت حاله من الغضب والارتباك في محطه القطر، الركاب عملوا مشكله طبعا واتضايقوا جدا، والنيابه العامه الحقيقه بدات بالفعل في مركز نجع حمادي شمال محافظه قنا انها تحقق في هذه الواقعه. خلونا ناخد تفاصيل اكتر مع احد شهود العيان الاستاذ حماده العدوي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا ست الكل، اهلا، اخبارك؟ كنت موجود وانت عشان تطلع القطر في المحطه دي اللي ما وقفش فيها دشنا؟ احنا كنا على منتظرين القطار بيوصل دشنا الساعه 8 ل 10. ده 2007 في اي بي. حضرتك احنا منتظرين القطار على اساس ان احنا محضرين الشنط والاطفال وكده ومستعدين لوصول القطار. بناء على تعليمات المحطه. وفوجئنا بسرعه القطار داخل المحطه بسرعه غريبه جدا. فعدى ساب المحطه وعدى على طول. فاحنا اندهشنا. فسالنا ناظر المحطه قلنا له قبل ما وقفش، قال انا ما اعرفش. المهم اتصلنا بشرطه النجده. انا ما اعرفش ناظر المحطه، قال لكم انا ما اعرفش. ما اعرفش ايه ظروفه يعني. فاتصلنا بشرطه النجده، جات الجهات المعنيه واتصلوا بالشركه هيئه السكه الحديد وتواصلوا معاهم، فركنوا القطار في نجع حمادي. واستقلينا القطار اللي هو بعديه اللي هو ما بيوقفش في دشنا 2015، وقف اضطراري في دشنا. وركبت الركاب عددهم اكثر من 50 فرد، وركبوا القطار اللي هو الثاني 2005. فاتصلوا بنجع حمادي اللي وقف القطر في نجع حمادي، خزنوه على شريط ثاني، والركاب استقلوا القطار الثاني لاتجاههم لمدينه نجع حمادي. فبرضه الناس عملوا محضر هناك، واحتمال دلوقتي هم منزلين السواق واستعانوا بسواقين اخرى للتوجه الى مدينه القاهره ان شاء الله. طيب انا بشكرك يا استاذ حماده، وشيء محترم برضو ان المشكله اتحلت بسرعه الحقيقه، بس خلونا كده نفهم برضو تفاصيل اكتر عن سير الموضوع والمنظومه. معانا المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئه القوميه لسكك حديد مصر. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. يعني مش هتكون كل المداخله عن هذه الواقعه، لانه انا عارفه ان هي بالفعل النيابه العامه بتحقق فيها دلوقتي. انا بس عايز اسال سؤال لفت نظري قوي، كلمة المواطن لما بيقول انه سألنا نظر المحطة، هو برضو ما عندوش فكرة السواق ما وقفش ليه او ايه اللي حصل. يعني لغاية لما ان شاء الله يا باشمهندس بإذن الله، انا عارفة انه منظومة النقل دلوقتي فيها شغل كبير جدا، وان شاء الله يا رب هيبقى عندنا منظومة نقل مختلفة تماما عن اللي موجودة دلوقتي، لكن لغاية لما نحقق ده بإذن الله ربما خلال سنة او سنتين يبقى في حاجات اكتر شايفينها، نضمن ازاي انه بإذن الله ما يبقاش في عنصر بشري مهمل او مخطئ او مش واخد باله او مش مركز؟ يعني اضمن ازاي ان انا زي ما بيقولوا كده، انا اسفه في التعبير، يعني امشي جنب الحيط بالامكانيات اللي عندي دي، بس ابقى متاكده ان العنصر البشري يعني 100% ماشي كويس، عشان نعدي المرحله دي لغايه لما ان شاء الله بقى نعمل كل الخطط اللي احنا عايزينها ونغير يعني القطارات وحاجات تانية كتير. ايوه يا فندم، بص حضرتك، هو زي ما الاخ الكريم
الراكب اتصل بحضرتك، والموضوع ده حصل من 3 ايام، مش النهارده يعني. هو كان قطار 2007 اللي هو الفي اي بي اللي هو مقرر طبعا وفي محطه دشنه. القطار طبعا زي ما قال الاخ الراكب دخل طبعا بسرعته ما وقفش. السواق اتصل بالمراقبه المركزيه في اسيوط وقال له ان هو عنده عطل فني، وطبعا هو وقف في محطه صغيره بعدها تقريبا اسمها اولاد الياس. المهم طبعا القطار طبعا احنا خدناه على سكه مخزن في نجاح حمادي على اساس ان الفنيين والمهندسين يشوفوا ايه الموضوع بالظبط في هذا القطار يعني او الكرار. انا طبعا غرفه العمليات اتصلت بيا مباشره، كان في قطر رقم 2015 زي ما الراكب قال، هو 2015 مش 2005. 2005 تمام. 2015 انا طبعا قلت لهم القطر ده ملوش مقرر اوفيديشنا، هو كان بعد القطر بحوالي بالظبط 20 دقيقة. فقلت لهم لا القطر يقف في دشنة وفيه طبعا واحد مسؤول عشان القطر. 50 راكب اللي كانوا اللي تأخروا. يا فندم انا هقول لحضرتك، احنا طبعا ركبناهم كان فيه طبعا اماكن خالية بعض العربيات، ركبناهم طبعا على اساس ان احنا القطر محجوز في نجا حمادة لمرور الفنيين عليه يعني، والمسافة بين دشنة ونجا حمادة حوالي 25 دقيقة. فطبعا قلت لهم القطر يقف في دشنه ونركبنا الركاب اللي كانت موجوده في محطه دشنه واعتذرنا لهم، والقطر وصل نجح حمادي كان لسه الفنيين عليه، نزلنا الركاب واعتذرنا لهم وركبناهم في اماكنهم في قطر 2007. تمام. وطبعا احنا خدنا اجراء سريع مع السواق يعني، السواق طبعا رفعناه على طول من التشغيل وبنحوله حاجه اسمه كشف طبي كشف مخدرات على اساس ده اجراء وقائي بنتاكد ان اذا كان السواق طلعت النتيجه يا فندم ولا لسه؟ نعم يا فندم. طلعت النتيجه ولا لسه؟ اه طبعا، هو بيروح للكوميسيون الطبي على طول بعدها وبيستعمل، وطبعا مفيش حاجه بالنسبه لا له. نتيجه الكشف الطبي والمخدرات طلعت ولا لسه؟ لا يا فندم لسه، هو طبعا الكشف المخدرات اثبت ان مفيش فيه حاجه يعني. تمام. انما فيه تحاليل بالنسبه للسكر والضغط يعني، فيها بقى اجراءات بس هو فنيا يا باشمهندس انا بسال حضرتك بقى كخبرتك كمهندس يعني، فنيا ينفع يبقى فيه عطله ما يخليهوش يقف في دشنه لكن عارف يقف في المحطه اللي بعدها على طول؟ يا فندم هو احنا السواق قال هذا الكلام، احنا طبعا فيه لجنه فنيه طلعت على القطر واثبتت السلام، وما احنا مشينا القطر بعديها على طول بعد التاكد من سلامه الفرامل وسلامه الاجراءات اللي هي الخاصه بالقطار، وطبعا وغيرنا السواقين يعني، احنا خدنا اجراء وقائي على طول بالنسبه للايه؟ للسواق، وخدنا اجراء وقائي بالنسبه طبعا للتاكد من سلامه وامان مسير القطار. طيب باشمهندس عموما بقى ايه الاجراءات او ايه الحاجات اللي بنعملها دلوقتي اللي فيها صيانه كده للقطارات اللي عندنا؟ يعني في قطارات طبعا عندنا حالتها جيده وفي حالات متوسطه، وفي قطارات عندنا يعني لغايه النهارده يا فندم بصراحه بنسمع من ناس ركبوا قطر شبابيكه مكسره، التكييف فيه مش شغال او بيعطل طول الطريق مع انه المفروض ان هو مكيف. يعني فكرة الصيانة بس الدورية دي ماشيين فيها ازاي يا باشمهندس دلوقتي؟ بص يا فندم احنا في كذا اتجاه شغالين فيه حاليا. احنا طبعا انت عارف سيادتك ان السكة الحديد من حوالي 40 سنة يعني لم تبتدى لها يد التطوير يعني، ما هم العربيات فقط اللي هي الفي اي بي اللي جات لنا دخلت لنا الخدمة من حوالي 4 سنوات، هي دي احدث حاجة كانت جات لنا بالنسبة للعربيات. لكن طبعا احنا في منذ تولي الرئيس السيسي الحكم طبعا في نقله نوعيه كبيره جدا في مرفق السكه الحديد من ناحيه التطوير يعني، في تطوير بالنظم الاشارات في البنيه الاساسيه، في تطوير في القطارات في الوحدات المتحركه العربيات والكرارات يعني، ان شاء الله في نهايه 2019 هيبدا النتائج هذا التطوير تظهر في على خطوط السكه الحديد. طيب. احنا بنتعاقد حاليا على 1300 عربيه ركاب. طبعا ده يعتبر حوالي 50% من اصول السكه الحديد الموجود حاليا. 50%. معايا يا باشمهندس؟ طيب انا بشكر حضرتك المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئه القوميه لسكك حديد مصر، بس معلش لو حضرتك بتسمعني دلوقتي عشان في شكوى لسه جايه لنا حالا من احد المواطنين انه القطر ده اللي كنا بنتكلم عليه 2007 هو بيطلع من اسوان للقاهره يا شباب مش كده؟ شباب من القاهره من اسوان للقاهره من اسوان للقاهره ومفروض بيقف في دشنه، في رحله الرجوع من القاهره لاسوان كخط برضو ما بيقفش في دشنه، فالاهالي بيشتكوا بس بيقولوا انه يا ريت في رحله الرجوع يبقى في وقوف في دشنه، بيبقى في ناس عايزه ترجع تاني اسوان، بس عشان نكون